لكن أقول لك أكو شخص بعد حاضر أنت تعرفه، الزهراء، يصير تترك ولدها تشوفها يعالج نفسه، يشوفه يتلوى من حرارة السموم، تخلي الزهراء عليها السلام: لا تحسبوني للرضا في طوس، ما جيت ولا إلى بغداد، ما رحت وتعنيت، كلكم عليهم نوحت والجيب شقيت. لذلك الزهرة حضرت إلى بغداد وشافت ولدها شلون يتقلب على فراش المرض. لذلك احنا نبدأ هالمصيبة بالزهرة، بالزهرة نواسيها في ولدها الشباب، ومو أول شباب، لا أكو شباب فقدتهم الزهرة في ريعان الشباب. نقول لها: يا زهراء يا ام حسين، ورثتي اولادك قصر الاعمار، كم شاب فجعتي مثل ما تذبل الازغار، كم شاب. يلا خلونا نبدي باول الشبان: يا زهراء وول الشبان شبيه المصطفى الأكبر، مطبور الشباك مهراه يظن للخيم سدار، ولن تقطع بالسيوف وطاح على الثرى أم والذار، وبعينك شفت طبراته يا زهرة بدمعك المدرار. وثاني شباب: آخ وبعينك شفتي القاسم يوم يعدل النعلة، صاب الأزدي براسه، وصاب الأزدي براسه، وعم حسين جو قال له، إيش قال له؟ عزيز علي ما جيتك الله يساعد الرملة، يا زهرة هذه شبانش ضحايا بزغرة الأعمار. واليوم 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 الجواد ابنك، واليوم الجواد ابن الشباب، وراحلك مسموم بالسيم قطعت كبده، وظل على السطح كم يوم، مثل ما خلوا أبوه حسين ما حد جخز من القوم. عظم الله أجوركم، جاء الإمام سلام الله عليه وكان صائما، وفي ذلك اليوم يوم قائضة شديد الحرارة، طلب إفطاره فقدمت تلك الشقية الإفطار. يعني الإمام جائع يريد يبرد على قلبه، يبرد أمعاءه بشيء من الطعام وشيء من الماء البارد، فقدمت ذلك الطعام الممزوج بذلك السوم. ما ان تناول الامام قليلا من حتى احس بامعائه تقطعها الامواس والسكاكين، التفت اليها قال لها: قتلتيني يا عدوة الله ولا اغناك الله ابدا. ثم قال لها: سقيتيني السوم فاسقيني شربة من الماء. فما كان من تلك الشقية إلا أن غلقت الأبواب على الإمام وتركته وحيدا
فريداه يعالج حرارة السموم، يقول بعضهم حتى تحول جسد الإمام إلى حمرة كأنما يقطر دما من شدة حرارة ذلك السوم. وحيد الإمام وغريب ما عنده أحد، أحس بوحدته، صعد ذلك الدرج تلك الأعتاب على سطح الدار ومد طوله على ذلك السطح، وصار يلتفت الإمام يمين وشمال يبحث عن أحد، ماكو أحد من أهله. عظم الله أجوركم هذا، والإمام يرفع رجلاه ويضع أخرى، وعند احتضار الموت وجه وجهه إلى القبلة ثم مد رجليه ويديه وقرأ شيئا من القرآن، وعرق وعرق جبينه وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. أيوة إمام أصرخ ونادي ومحمدا، أويلي أويلي رمى بروح على السطح والكبد من لمف الطرا، مهجته ودلال قلبه بالسموم موجرة، أويلي جذب ونات خفية وظل أبو الهادي يجود ودمعة عيون ذروفات سيل من فوق الخدود، وعزوته يترقبون من السفر لهم يعود، ما دروا عنا يا الشيعات صار بأحوال أشجار. صرخ ونادي وإماما رحمك الله يا السهلاوي، ها أويلي أويلي أسبلي دين على طوله ودار عين الكربلة، وصاح انا مثلك يا جدي خيم علي البلا، اخ هذا جسمي سيل بدمومي ولا احد غسله، وصار خدي مثل خداك بلا وساد على الثرى، بالعطش بموت مثلك وانا يا جدي غريب، لا ولد عندي ولا صاحب ولا ليا حبيب، وبطشيت كبدي رمية ولا حد من اهلي قريب، وهالرجل سوى علي من العداوة مآمرة، وشاف ما عنده عشيرة والتفات يسرى ويمين، وغمض عيونه وتشهد وانقطع من الوني، وبالشمس ظل ابو الهادي مثل ما خلوا حسين، وخلصة انفاسه وتوفى ولا حد من اهل دارة. اويلي اويلي عادت الميت، والله عادت الميت يحضروا لهلا، هذا جايب ماي ذاك يغسله، هذا جايب جفن ذاك يفصله، هذا يحفر قبر
ذاك نزله لكن هذا عادة ما جرت في كربلة. صحيح الإمام الجواد ظل على سطح داري 3 أيام لكن ما تربع الشمر على صدره. صحيح الإمام بقي 3 أيام لكن ها ما صعدت الخيول الأعوجية على صدره، راسه موجود على بدنه، ولكن الإمام الحسين إش حاله؟ يقول الشيخ الجشها حين ظهر على أبوخ حسين والله يعلم بحاله، ابدال الجفن والتابوت لف بار يا وشاله، اويلي ولم الجسد المقطع، اويلي وجمع وصاله، عجب 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 عجب، اويلي عجب ماذا بقلبه، اويلي ومنا قلبه من شطر شطره، اويلي لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والجفن خلاها بقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرموح مرفوع. وانت يا ابن العطية شي تقول؟ يقول انا اقول زينب تنتظر رجوع الامام زين العابدين من كربلاء. ورجع الامام زين العابدين وكل صاحبة قتيل تريد تعرف خبر قتلاها، كل النساء اجاوها يسألون عن قتلاهم، والامام زين العابدين قام يفصل الى زينب الى اخت زينب والنساء، يقلها عمة ما حد تدلم للخلق، شق الغمر موس غير محاسنهم، يا عمة حر الشمو ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا راس، واما البطل عباس لا راس ولي، وليلة نادي ذاب قلبي يا بن لمجات، بالله ذي خبر عن عضيضك شيخ لالا، ذاك الجمال اشحل عليه من حر لوحات، قالها يا ليلى عن عزيزش لا تسألي، لا تسأليني عن علي حال شعبني، بس عاينت حالي عضيض انهدم ركني، سجيت جثته بحفرته وازداد حزني، كل ما شفت طوله بقبره غملت العين، كل يوم ولد فرت تسايل عن ابنها، ورملته اللي الدمع وتصيح بغبن، العريس قل جنازته ياهو دفنها، الله يا قلبي ايش يحتمل من فجعة البه، بيت الدعاء اويلي وجت الرباب تصيح، قلبي من الوجد ذاب
بالذي خبرني الذي وارد الأحباب عن نور عين حسين قبل تهيل التراب. شلت النبي العنا ونزلت الجسد زين يا حال شفت اجساد غم يا نور عيني قلب عرا قالت بنشدك عن جنيني شفتك بعينك قال بس لا تشعبيني واريت عبد الله الرضيع بحفرة حسن. يا الله يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدروا فأنت مفزعها دنيا وآخرة. يا الله بباب الحوائج الإمام الجواد شافي مرضانا سيما من سألنا الدعاء شافه بشفائك وداوه بدوائك. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم انصرنا على من ظلمنا وقتل شبابنا، اللهم احفظ شيخنا الجليل بعينك التي لا تنام، احرسه يا رب العالمين إلى موت المؤسسين وجميع الحاضرين. نهدي ثواب سورة الفاتحة، ولكن قبل أن نقرأ سورة الفاتحة نقرأ دعاء الإمام الحجة. اللهم كن وعجل فرجهم والفاتحة تسبقها صلوات.